يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي أهم المقومات التي تعين الإنسان على حفظ بصره وفرجه غير غض البصر التي ذكرتم حفظكم الله؟ البعد عن مواطن الشهوات، ما يروح الأسواق النساء والمعارض واللي فيها النساء والمتبرجات، لا ينظر إلى الفضائيات التي تعرض فيها النساء المتبرجات المتزينات، يبتعد عن الأسباب التي فيها عرض هذه الفتن، يبتعد عنها ولا يذهب إليها ولا ينظر إليها. نعم. يقول فضيلة لا يصاحب الأشرار الهسقة، يبتعد عن صحبتهم. نعم.